عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بدي أسوي أكلتين كبار بأكلة واحدة، اللي هي كوسة باللبن وششبرك. هلا يمكن تقولوا شلون كوسة باللبن وشلون ششبرك، يمكن في ناس كتير ما بتعرفها، ما بعرف، بس أنا هاي الأكلة عملتها أكثر من مرة، ولو ما كانت فعلا طيبة ومنظومة ما بسويها، ويا ريت خلي حكمكم بعد ما تجربوها. جربوها بالأول ودوقوها وبعدين احكموا. ممكن نجرب كمية بسيطة، يعني ما ضروري طبخة كبيرة نكبرها. هلا هون اول شي عندي كيلين ونص كوسة، هدول انا اعورتهم امبارحة مشان ما نطول الفيديو. انا الكوسة للمحاشي يعني ما برققه، بخليه سميك شوي مثل ما نكون شايفين. هدول كوسيات هيك صغار لاني بدي احط معهم ششبرك. كمان هاي اللي هون منشيله هيك مثل ما نكون شايفين، جبتهم صغار انا مشان يلبقوا يعني مع الششبرك. وهون عندي كاستين رز. لكاستين الرز، هلا نحن للكيلو الرز بنحط نص كيلو لحمة، أنا كاستين رز بدي أحط ربع كيلو لحمة، وبهار السبع بهارات وملح وشوية زيت نباتي. أما بالنسبة للرز، الرز المصري القصير هو أحسن شي لكل أنواع المحاشي. أما بالنسبة كمية الرز للمحاشي، كل أربع كيليات محشي مشكل أو أي نوع محشي تاني بياخد 3.5 كاسات رز وبياخد نص كيلو لحمة. إذا كان قللنا اللحمة فلازم نساوي الرز 4 كاسات، يعني إذا حطينا أقل من نص كيلو لحمة فهون بنكمل الرز 4 كاسات لأربعة من أي نوع محشي، 4 كيليات من أي نوع محشي، إن كان بنجان إن كان كوسة إن كان فليفلة مشكل مع بعضه. فهي معلومة حبيت أقلكم إياها. أنا الرز هون عندي دائما للمحاشي بنقعه قبل بنهار، بياخد راحته بالطبخ ومفلفل بيطلع وما بيطول بالاستواء، منشان هيك بنقعه بمي عادية من الحنفية وشوية ملح وبتركه برا بالشتاء، بالصيف بحطه بالبراد. هلا أنا أول شي بدي أتبل، بدي أسوي تبلة المحشي وأحشي الكوسة وبعدين نكمل باللبن وهيك. بسم الله. بس لحمة دايما للكوسة باللبن، للمحشي الكوسة يعني باللبن، بس بهار تقريبا معلقة ونص صغيرة وملح حسب الرغبة. بسم الله. واللحمة، والأفضل دايما بالمحاشي كله اللحمة تكون مدهنة، بيطلع المحشي أطيب. ودايما نحط شوية زيت. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني حطيت تقريبا نص كاسة زيت نباتي، بيعطي فلفلة ولمعة والرز بيطلع هيك منظره أحلى. هلأ أتبلهم مع بعضهم وأرجع. هلا تبلناها مثل ما انكم شايفين. البهارات بنحط بس البهار الحلبي اللي هو 7 بهارات. هلا بالنسبة لحشي الكوسة، بما انه انا ناقع الرز قبل بنهار فانا بحشيه وبترك بس عقدة اصبعة وحدة هيك، هذا هو الفراغ اللي بتركه. اما اذا الرز ناقعينه شغلة نص ساعة ربع ساعة فبنترك عقدتين اصبعة فراغ. شايفين انا كبست الرز لجوا، بنترك هيك عقدتين اصبع. انا هلا تركي عقده وحده، بعدين بنزل كوساي هيك عشان الرز جوا ياخد راحته وبنحطه. هاي وحده ثانيه. بسم الله. مثل ما قلت لكم الرز اذا ناقعينه قبل بليله بنترك عقده اصبع، هزوا هيك تاكدوا انه الرز نزل لتحت. في ناس بتكون اول مره عم تطبخ هيك عقده اصبع وحده لانه الرز منقوع قبل بليله. هلا اكملهم وارجع لكم. هلا هيك انا خلصت حشي الكوسه مثل ما انكم شايفين، ما هو مبين يمكن من الضوء، حشيتهم كلهم. في ملاحظه، لازم ما نخلي رز على الكوسيات، شايفين نضاف ما عليه الرز مشان ما يطلع منظرهم بالطبخه، بيطلع منظره ما كويس. هلا يمكن تقولوا انه ام علي بتحكي كتير بالطبخة، أنا بحكي ملاحظات مهمة كتير، في ناس يمكن تنسى تحكيها أو ما بتحكيها، لأن في ناس هلأ عم تتعلم الطبخ أو عم بتشوف الطبخ السوري لأول مرة، مشان هيك أنا بحكي بدقة أكتر، فما تقولوا لي ليش مطولة الفيديو وليش بتحكي كتير. هلأ أشيل الكوسة أحطه بالبراد وأبدأ باللبن. وهلأ هون هاي اللبن أو الزبادي أو الياغورت. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا هون عندي 3 كيليات لبن.
هلا هون حطينا اللبن، كل كيلو لبن بياخد معلقة، هيك معلقة أكل مليانة مثل ما انتو شايفين. نشي نشي الذرة، وأنا بضملكن امشوا هيك على طريقتي. وأي نوع لبن هلا ما ضروري تعرفوا النوع اللي أنا استعملته، لأني أي نوع لبن بيصير وما بيفرط وبيطلع معكن رائع، بس اتبعوا مثل ما أنا راح أساوي. حطينا أنا 3 كيليات، حطيت 3 معالق مليانة مثل ما انتو شفتوا. هلأ هون مثل ما انكم شايفين حطينا النشا، بدنا نحركه مع بعضه على البارد، ماني حطيته على الغاز، شايفين على البارد بدنا نحركه لبين ما يصير مثل الكريمة. نحرك اللبن مع النشا، شايفين اللبن حركته على البارد، هلأ أنا شعلت الغاز حطيته عليه، شايفين مثل الكريمة، ما بده يكون فيه كتل أبدا أبدا. واللي ما بده يستعمل نشا بده يستعمل بيض، الافضل الصفار ما يحطه، يحط لك كل كيلو لبن بياض بيضه واحد، كل كيلو لبن بياض بيضه. كمان بنحركه هيك على البارد لبين ما يصير مثل الكريمه، وبعدين بنحطه على الغاز. هلا بدي اضل عم بحركه لبين ما يغلي، ما بشيل ايدي من عنه ولا حتى ضايقه ابدا، بضل هيك عم بحرك على نار عاليه لحتى اللبن يصير يغلي وبرجع لكم. اللبن مثل ما انكم شايفين هون صار يغلي، لازم لوقت ما يغلي نحط مي، مي لازم كمان تكون المي عم تغلي مثل ما انكم شايفين. انا حاطه هون مي. هلا هون انا عندي مثل ما قلت لكم 3 كيليات لبن، لكل لترين لبن بنحط لتر مي، يعني كل كيليين لبن لتر مي. انا هون حاطه لتر ونص ل 3 كيليات لبن. بسم الله الرحمن الرحيم، بنحط المي شوي شوي، ما بندلق افر دلقه، بنحط ومنحرك. انا عندي قنينه مي من اللتر عيرت فيها. المي لازم تكون سخنه، اذا عندنا مرقه فروج او مرقه لحمه بيكون افضل، بس كمان لازم تكون سخنه عم تغلي مثل اللبن، حتى اللبن ما يفرط معنا ويطلع كريمي. بسم الله. هلا ده انا بدي املح الطبخة، الملح حسب الرغبة، انا بدي احط تقريبا 3/4 معلقة اكل ملح. بسم الله. ارجع احركه، هلا بدي استناه ليرجع يغلي مشان اطب الكوسة. هلا بعد ما اللبن رجع صار يغلي، بعد ما حطيت له المي استنيته لرجع صار يغلي. بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين نطب الكوسة. بسم الله. هلأ هيك حطيت الكوسيات، شايفين أنا ليصل الكوسة لنص الاستواء رح أطب الششبرك. أنا ششبرك عندي إياه مفرز، أنا مفرسته رح احطهم معهم، وطريقة الششبرك العجينة والحشوة رح احطها بصندوق الوصف. خلص هلا على نار متوسطة رح اتركه، بس ما بغطيه من غير غطا. هاي الششبرك اللي قلتلكم عليه المفرز، هذا هو هلا طلعته من الفريزة، بناخده من الفريزة مباشرة على الطبخ، ما بنستنى ليفك البوز عنه. وهي الكوسة صار له ساعة على النار، يعني وصل تقريبا لثلاث ارباع الاستواء، لانه الكوسة باللبن لما بنطبخه هيك بقلب اللبن بياخد وقت، بس اذا طبخينه بس بالمي والملح وهيك ما بياخد وقت. هلا انا بدي اطب او بدي احط الششبرك، حبات الششبرك. بسم الله الرحمن الرحيم، ورجيكم اللبن شلون، شايفين منظوم. انا الكوسه ما تركته، كنت كل شوي اروح واجي واحط المعلقه هيك من الزيق، هيك بعد الكوسه هيك من الزيق واحركهم هيك، شايفين هيك بس، وارجع احاول هيك انزل الكوسيات بقلب اللبن مثل
مثل ما انكم شايفين واتركه. مثل ما قلت لكم النار متوسطه. هلا هيك الطبخه صارت جاهزه شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. اخذت معي وقت ساعتين واللبن تقل معي او السمك. انا زدت كاسة ونص مي هاي اللبن بس. طبعا دقت الملح. دوقوا الملح انتم مشان اذا بدو كمان بعد ما تحطوا مي شوية ملح بتحطوا له. شايفين نظم نظم اكلي ما في اطيب من هيك. هلا اجا دور الدهن. هلا هون انا عندي دهنة مثلية هي انا بساويها وبشيلها ببيت البوز او بالفريزة. هلا هون حطيت الدهنة. الدهنة اللي هي اللية الخروف. رح انزل ان شاء الله فيديو عن هاي الطريقة شلون نسلي الدهنة ونشيلها ببيت البوز. بس هلا بدي استناها لتسيخ. هلا هون عندي راس توم كبير مهروس. بسم الله الرحمن الرحيم. كمان نحطه. هلا هيك بعد ما تحمص التوم ريحة التوم مع الدهنة بتغرف القلب. بنحط معلقة كبيرة نعناع يابس. بنحطها بعد ما بيتحمص التوم بنحركها شوي مع الدهنة. وهلا اجا دور الدهنة. الأطيب شي. اللي ما بده يحط دهنة ممكن يحط سمنة بس زيت لا. بسم الله الرحمن الرحيم. والأطيب هي الدهنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان ناخد كل الدهنة والنعناع. بسم الله نحركهم هيك مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. نحركهم هيك كويس مع بعضهم بس شوي شوي مشان الكوسيات. شايفين على هالمنظر ولا الريحة ولا الطعمة؟ صدقوني أكلة منظومة منظومة. شايفين؟ شوفوا لي على اللبن شلون طلع ولا الششبرك ولا طعمة الششبرك مع هاللبن والكوسيات. شايفين حبة الششبرك شلون؟ شي غير شي. واذا عجبتكن لا تنسوني بالاشتراك ولايك وتعليق هيك حلو مثلكن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.